اليوم حلقتنا خاصة لأن من بغداد، وخاصة بعد أكثر لأن رح أستضيف فرقة كلش مشهورة بالعراق وبالوطن العربي بصورة عامة. هي فرقة يوف. أمير تعرفها؟ سمعت صوت المسؤال؟ لا ما سمعت، لأن ما حط مايك. هي فرقة يوتي أنوان. طبعا عندي هواي أسئلة لهم للفرقة، وهسه أنا اليوم استضيفت وياي أخلد لأن سمعت بيها هو ببغداد وجبتها وياي بهاشتاكتين. أخلد شلونك؟ شو اخبارك أخلد؟ وين أخلد؟ أنا مو جبت وياي أمير، وينه أخلد؟ هلا هيفا، شلونك؟ شو اخبارك؟ أنا تمام، أنت شلونك؟ صدقت أخلد وياي مو؟ حلو. هيفا شلونك؟ شو اخبارك؟ أنا زينة، أنت شلونك أخلد؟ شو اخبارك؟ طبعا اليوم حتعبكم أنا وياي هواية، لأن عندي هواية هواية أسئلة لكم. بس قبل كل شيء وقبل ما أبلش بالأسئلة، أول شيء خل أخذ آراء الجمهور، شنو رأيهم بالفرقة ومنو أكثر واحد يحبوه؟ أنا بالنسبة لي أحبكم كلكم. يلا خلينا نشوف آراء الناس. أنا كلش أحب فرقة يوتي أنوان، وسويت لهم لايك على البيج مالتهم، ودائما أسمع أغاني وخصوصا أغنية مربية كلش أحبها. فرقة يوتي أنوان أحبها كلش، وأكثر أغنية أحبها إيدي على قلبك. طبعا أنا كلش أحب فرقة يوتي أنوان، وأتمنى يجون للعراق، وإذا جوا للعراق أكيد أكيد راح أروح لأنه كلش أموت عليهم. أحبها، وبالذات أحب صوت حسن، وهم كلش حلوين، وأحب أخلد. أنا ما أحبهم عادي، وبالذات عندهم أجمل أغنية هي أغنية تتذكرين، ومسوي لهم لايك على الفيسبوك وأتابع كل جديدهم، وننتظر منكم جديد. على طول أسمعهم طبعاً، أعتمد أغانيهم كلها بتليفوني، دائما أحب أتابع أخبارهم وأشوف جديدهم. وأتمنى إني أشوفهم مرة بحياتي، لأن هم يعني ما أحس إنه أغانيهم هيجي تهدئ الروح يعني تنقل مشاعرنا. يعني فرقة يوتي أنوان أنا كلش متابعتهم، لأن أول فرقة عراقية مشهورة ومتابعة أخبارهم. هاشتاكتين التقى بكل أعضاء فرقة يوتي أنوان، وسألناهم كل الأسئلة اللي معجبين مال الفرقة يحبون يسألوها. وطبعاً الشيء الحلو والمميز بهالفرقة إنه من نسألهم سؤال يجاوبونه بجواب. سبحان الله. أمير بسحك. أوكي، هسه خلينا أبلش بأول سؤال لهم، وخلينا نشوف شلون صارت الفرقة وشنو أول ألبوم نزله وبأي سنة كانت، ومن هم أعضاء فرقة يوتي أنوان، وكل واحد من عندهم شنو وظيفته بالفرقة وستايلكم شنو. الله يساعد الفرقة شلون حيجاوبوني، لأن حسين كاتب لي 16 سؤال. يلا خلينا نشوف جوابهم. الفرقة بالضبط تأسست سنة 1999، كنا أني وصديق طفولتي آرت اللي بنينا حلم اسمه يوتي أنوان. كانت كلها عبارة عن صدف، يعني أنه سمعنا الإعلان بإذاعة صوت الشباب الـ VOY FM بغداد، والصدفة الثانية أنه يعني كانوا ما حاطين أي معلومات، بس صندوق بريد، وكانت أول رسالة أدزها بحياتي دزيت لهم إياها. استجاب آرت للرسالة، طبعاً هي كانت الرسالة الوحيدة اللي استلمها آرت في ذاك الوقت. التقينا وسوينا أغاني، يعني إحنا نألف ونكتب أغانينا باللغة الإنجليزية، سجلنا بعض الأغاني، نزلنا ألبوم، أول ألبوم سنة 2002 في بغداد، لاقى نجاح حلو وجو الشباب، وكان لقاء كلش حلو، يعني لحد الآن أتذكره، يعني أحلام وشباب وأفكار جديدة وغريبة على مجتمعنا، فمن أحلى الذكريات بالنسبة لي. الفرقة كانت أساسها غنائي بحت، بس يعني كنا 4 أو 5 أعضاء نغني سوية على ستايل هارموني، بس لما طورنا نفسنا قلنا لازم إحنا نعزف على الآلات الموسيقية، على الأقل تكون منه مينا إحنا نعزف ونغني نفس الوقت. حسن يعزف جيتار، شانت يعزف درامز، أني طبعاً شانت وحسن يعني يعزفون على الجيتار والدرامز ويغنون بنفس الوقت، أني بس أغني، وعندنا آرت عازف كيبورد ويغني أيضاً، وكلمات الأغاني والألحان إحنا نجتمع دائماً سوية ونلحن ونكتب، أكيد بعض الأحيان نستعين ببعض الشعراء، عندنا أغاني كلمات وألحان من ملحنين وكتاب يعني أيضاً، مو بس ألحاننا وكلماتنا.
صرت أعزف جيتار وشوية عود وكذا آلة شوية كيبورد يعني حتى نتطور، وأيضا بعدنا نكتب إحنا ونلحن أغانينا من هذيك الفترة. خاصة أنا اتجاهتي كانت على الدرامز، أحب الدرامز وأنا طفولتي، فصارت لي فرصة أتعلم على آلة الدرامز. الحمد لله شكرا هسه كل حفلات يوتي إنوان أنا أشيلها كدرامز. وعندك أيضا حسن اللي يعزف على آلة الجيتار ويغني نفس الوقت، والكيبورد على اللي هو آرت كان يعزف عليه. طبعا فرقة يوتي إنوان عندهم أغاني هواي حلوة، بس خل نسألهم شنو الأغاني المفضلة عندهم. أنا لو سألوني حقول لهم أغنيتي المفضلة هي مربية. أنا أحب أغانيكم كلها والله، بس هاي الأغنية كلش أحبها. يلا خلي أشوفكم أنتوا يا أغنية اللي تحبوها من أغانيكم. من أقرب الأغاني اللي أحبها على قلبي، خاصة أنا أحب ستايل الروك كلش قريب على قلبي، فالأغنية هي تتذكرين، أغنية بدي أقول من الأغاني الحلوة. بالإنجليزي عندنا أغنية Hold On اللي هي كلش أجريسيف روك، بس قريبة على قلبي لأن كلماتها كلش قوية. أنا وشانت أكثر اثنين قريبين على ستايل الروك، نحب الروك باندز، فأغنية تتذكرين بالعربي وأغنية Hold On بالإنجليزي من أكثر الأغاني القريبة علينا، وأكيد وبدي أقول أيضا، وكل الأغاني بالنهاية نحبها وقريبة علينا. يعني الأغاني المفضلة للفرقة، يعني كل واحد عنده أغنية مفضلة له. أنا بالنسبة لي عندي أغنيتي المفضلة هي تتذكرين، وأكيد لغة العين جميلة، بس يعني أنه تتذكرين قريبة علينا ويمكن علي، لأنه هي ستايل روك عراقي اللي هو يمكن قليل ما شايفين إحنا أو ما سامعين روك عراقي، ولهذا أنا إحنا كلش نحبها، وهي موجودة يعني فيديو كليب أيضا، يعني يقدر الناس هم يشوفوها على اليوتيوب أو على قناة لنا أيضا راح يشوفوها. زين هسه شلون، بس أنا أسألكم، أنتوا غير تسألوني مثلا، سألوني ليش إيش معنى هالأغنية بتحبيها أنت اللي هي مربية؟ أنا حجاوبكم وأقول لكم أنا أحب هالأغنية لأنه كلماتها كلش حلوة والتصوير بعد أحلى، وأكيد أنتوا المحلين. هذا هو. أوكي، بس عندي سؤال، بأي دولة تعتبر يوتي إن مشهورة؟ وليش بالتحديد بهاي الدولة؟ أكيد أكو سبب، خلينا نشوف شنو السبب. بيروت كانت انطلاقة لنا يعني مفيدة جدا، لأنه بيروت هي مركز الموسيقى بالوطن العربي من المراكز، يعني هي ومصر، وسهولة التسجيل ولقائك بكثير من الفنانين وعلاقاتنا الطيبة مع الفنانين سهلت الموضوع وخلتنا ننزل مجموعة من الأغاني اللي نجحت نجاح كبير، مثل لغة العين، ومثل أول أغنية كانت جميلة بال 2007 وراها لغة العين بال 2008. دخلنا بأغنية جميلة، انطلقنا من بيروت، وكانت يعني حتى أتذكر في وقتها لما نزلت جميلة كانت أكل إعلانات بالشوارع على الخط السريع، أكثر يعني تقريبا 6-7 إعلانات كبار تشوفها بالشارع. يمكن لهذا كنا إحنا أكثر معروفين في لبنان، لكن أيضا إحنا يعني أغانينا حققت نجاح في كل الوطن العربي الحمد لله، يعني مو بس في لبنان، قدرنا نوصل إلى كل الوطن العربي وسوينا حفلات، وأيضا إحنا وصلنا إلى أوروبا، يعني بدليل أنه شاركنا في مهرجانات أيضا، وأهم المهرجانات كانت هي يوم السلام العالمي في جنيف. أنا هي مشهورة بلبنان مو بس أنتو. أوكي، إن شاء الله يا رب تشتهرون بعد أكثر دول العالم كلها بقد ما هسه أنتو مشهورين ومعروفين. هسه حنروح للتوب 10 وحنشوف يا أغنية اللي حصلت على المركز العاشر لهذا الأسبوع، هي أغنية رحمة رياض بوسة. أكيد رجعت لكم من بعد هالأغنية ورجعت ويا فرقة يوتي إن وان. هسه وصلت السؤال اللي كلش مهم وكل المعجبين مال فرقة يوتي إن وان يريدون يعرفون جوابه، اللي هو شو وقت تجون البغداد وتسوون حفلة أو تصورون فيديو كليب؟ أريد أعرف شو وقت. بغداد لها معزة كبيرة قلبنا، لأنه هي البلد اللي عشنا به بدايتنا وانطلقنا منه. نتمنى إن شاء الله الظروف تتحسن ونرجع نسوي حفلة جماهيرية كبيرة ببغداد، ويكون حضورها كل جمهورنا اللي نحبه واللي هو على صفحاتنا بالتواصل الاجتماعي هو أكثر جمهور يتابعنا من العراق، ونتمنى نتواصل وياهم في بغداد، بس إن شاء الله الظروف تتحسن. شو وقت راح نسوي حفلة في بغداد؟ إحنا يعني أمنيتنا ودا نخطط لهذا الشيء، لكن يعني فكرنا انه احنا عندنا نحضر البوم جديد واغاني جديده، ففكرنا انه ننزل الاغاني الجديده حتى الناس تسمعها، يمكن يكون احلى بعد ما ننزل الاغاني ونروح نسوي حفله في بغداد.
يعني ويجوز تاخذ لها شويه فتره طويله لحد ما نسوي الحفله، لكن احنا يعني نوعد الجمهور انه راح نكون متواجدين في بغداد وفي كل العراق مو بس بغداد، يعني نحاول انه نحيي حفلات ونكون متواجدين ويا جمهورنا اللي يحبنا في العراق. اخلد ان شاء الله من تجون العراق وتصورون امير ومصطفى قالوا احنا راح نتكفل بكل شيء الشغلات اللي تخص التصوير اكيد، فنصيحه من عندي وافق لان تصويره ببلاش بعد شو تريدون. اوكي زين، هسه انا بدي اسالكم، انتم اول فرقه بالعراق لو اكو فرقه قبلكم، وشو تحبون تقولون لجمهوركم، جمهور يو تي ان 1 اللي موجوده بالعراق؟ واكيد انتم عندكم رساله تريدون توصلوها لمعجبيكم. تفضلوا. يعني هي الفرق بالعراق من الخمسينات والستينات موجوده، ويعني كنا نسمع احنا انه اكو فرق وكانوا يغنون اغاني البيتلز وال يعني اغاني روك والآبا يعني الفرق اللي كانت متواجده بذاك الوقت، مو احنا الفرقه الوحيده، لكن يمكن احنا الفرقه الوحيده اللي قدرت توصل الى يعني مستوى شهره اكثر من غير فرق، لانه الحياه يعني اسلوب الفرقه وانتشارها كل الصعب، ويراد له شغل، يراد له حظ، يراد له يعني دائما واحد يبذل جهد حتى يوصل، واحنا يعني كان هذا حلمنا وقدرنا نستمر بالحلم وحققناه الحمد لله، وبعد احنا املنا انه نحقق يعني نجاحات اكبر مو بس انه نوصل لهذا المستوى. اكو موجة جديدة بالوطن العربي هي الفرق الموسيقية، وهذا الشيء يسعدنا لانه نريد هذا الشيء يصير كل الشركات وكل التلفزيونات تعرف انه اكو خانة خاصة للفرق الموسيقية اللي هي تتعب اكثر اصلا من الفنان اللي وحده وتشتغل اكثر، فنتمنى هذا الشيء يزيد حتى بالعراق بالدول العربية يكون هناك فرق حتى تصير منافسة ايضا بطريقة احلى، وندعمهم احنا كل الفرق، يعني نتمنى نكون على علاقة طيبة بالجميع ونظل على تواصل ونسوي حفلات ومشاريع سوا بالمستقبل. هسه راح اخلي يو تي ان 1 شوي يرتاحون، وانا حروح للتوب 10 وحاشوف يا اغنيه اللي حصلت على المركز التاسع لهذا الاسبوع، هي اغنيه ار يو وذ مي للوسف ركونسي. فاصل كلش 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 صغيروني، وبعدها راجعين فرقه يو تي ان 1. اهلا بكم بالجزء الثاني من حلقتنا اليو تي ان 1ية. حلو هذا الاسم عجبني. طبعا عرفنا قبل شويه انه يو تي ان 1 مشهورين كلش بلبنان، بس ما عرفنا شنو سبب شهرتهم تحديدا بلبنان. بالتاكيد بيروت هي اكتشاف المواهب ويحبون كل ما هو جديد في لبنان، فكانت فرقه كانت طابع انه فرقه تغني الهارموني بوقتها كانت جديده على الساحه اللبنانيه، فدخلنا بهاي الموجه صراحه وما عارفين انه راح تنجح او ما تنجح، وفعلا نجحت من وراء اول اغنيه جميله وتلتها اغنيه لغه العين اللي هي طشت في كل انحاء الوطن العربي. زين هسه اني اريد اعرف شلون تعرفتوا على بعض، واول لقاء شلون صار، وين التقيتوا، وباي منطقه ببغداد؟ المهم اتفقنا نلتقي براديو 1 محل صديقنا بالعظمية وجو الشباب، وكان لقاء كلش حلو يعني لحد الآن أتذكره، يعني أحلام وشباب وأفكار جديدة وغريبة على مجتمعنا، فمن أحلى الذكريات بالنسبة لي. طبعا كنا نعرف أنه كل فرقة موسيقية عندهم شخص معين أو مجموعة أشخاص يكونون مثلهم الأعلى، منو المثل الأعلى أو الأيدل اليو تي ان 1؟ هسا حنعرف. يعني قلنا لازم نعتمد على نفسنا من ناحية الآلات الموسيقية، وخصوصا أخذنا فرقة البيتلز اللي هم موجودين على التيشيرت كآيدل أو كمثل أعلى، لأن هم فرقة غيرت كل مسار الموسيقى العالمية والبوب ميوزك من صارت، وقمنا نعزف ونغني، فأني صرت أعزف جيتار وشوية عود وكذا آلة شوية كيبورد، يعني حتى نتطور، وأيضا بعدنا نكتب إحنا ونلحن أغانينا. أكيد رجعت ويا يو تي ان 1، طبعا اليوم ما راح يرتاحون من عندي لأن عندي كومة أسئلة. ابدعت هاي الأغاني اللي صوتها كلش عالي. أوكي غلسوا أعمل نفسك ميت. طبعا آخر ألبوم سجلوه الفرقة كان ببيروت، هسا نريد نعرف كم أغنية يضمن هذا الألبوم وشنو الشيء المميز بهذا الألبوم. اخر اخبارنا صراحة هو الخبر الاول، احنا سوينا حفله في بيروت قبل شهرين، شهر بدايه السابع،
وهسه حاليا نسوي على البوم جديد. حيكون البوم متنوع، البوم حديث، البوم من يعني بي تقدر تقول نضوج فني للفرقة بعد الألبوم الأول اللي هو تذكرين ب 2010. كملنا من عندهم 8 إلى 9 تقريبا كاملات، راح يكون بأغاني إنجليزية وأغاني عربية. العربية راح تكون أكثر شيء يعني باللهجة العراقية، اللهجة البغدادية، وراح نتعامل تعاملنا ويا بعض الكتاب كريم أبو زيد. أول تعامل إنه وياه راح يكون بهذا الألبوم أغنيتين. عندنا صديقتنا سمارة العزاوي تعاملنا وياها قبل في أغنية بدي أقول، عندنا أغنية من كلماتها وألحاننا، عندنا ضياء عيسى أيضا تعاملنا وياه بتذكرين راح يكون له عمل في الألبوم، وإن شاء الله يعجب جمهورنا وحيكون بي غربي وعربي وأكثر من ألحاننا هذا الشيء الحلو بي، ونتمنى يوصل لكل الناس. وبس عندنا أغنية واحدة هي ألحان طلال قنطار اللي هو كاتب وملحن لبناني، تعاملنا وياه بأغنية جميلة وأغنية لغة العين. فخلي ينتظرون إن شاء الله راح ننزل سينجلز إن شاء الله. إذا خلصت أول أغنية راح ننزل سينجل على العيد إن شاء الله، وبعدها راح تنزل الأغاني، وإلى حد ما نقرر شوكت ينزل الألبوم كاملة بكل الأغاني اللي المقررة إنه تنزل بالألبوم. UTN1 كلهم ولد. هسه أنا أريد أعرف من عندهم، هم راح يتوقعون يجي يوم من الأيام تصير فرقة غنائية عراقية بيها بنات أو كلها بنات؟ شو تتوقعون؟ إذا كانت أكو فكرة في يوم ما إنه تطلع فرقة بنات يعني ليش لا، يعني إنه الفكرة حلوة، بس ما أعتقد يعني حالياً راح يكون أكو راح نسمع إنه فرقة بنات. يجوز تصير يعني، بس هي الفرقة بكل الأحوال يحتاج لها متابعة ويحتاج لها شغل إذا كانوا بنات أو ولد يعني. فبس كمجتمع ما أعرف يعني يجوز يعني إحنا هم لأنه شوية بعيدين عن بغداد فما نعرف إيش ده يصير، بس إن شاء الله تطلع فرقة بنات ليش لا. هم رح نخلي UTN1 شوية يرتاحون، وأني حروح للتوب 10 وحشوف يا أغنية اللي حصلت على المركز السابع لهذا الأسبوع، هي أغنية لغدي لا بالسند ولا بالهند، بعد وين ما أعرف. تذكرين هي أغنية UTN1 كانت من كلمات ضياء عيسى وتوزيع مازن. هسه خلينا نشوف هالأغنية، وهي أكيد تذكرين، وبعد الأغنية أنا رح أعطيكم أخبار هالأغنية وين صورت وليش وشوكت. أوكي تذكرين بدت من التقى الفريق بالشاعر العراقي ضياء عيسى وعرض على الفريق مجموعة قصائد، UTN1 من اللحظة الأولى اللي قرأوا بيها تذكرين حسوا نفسهم مين يقرون أكو لحن دا يصير ويا قراءة كلمات، فقررت الفرقة إنه تسجل الأغنية بعد مدة قصيرة. اللي ميز تذكرين هو الستايل الروك اللي كلش قليل ما نشوفه بالأغاني العربية وخاصة اللهجة العراقية، بس UTN1 حبت تقدم شيء مختلف للناس. كان هذا التحدي بسبب الستايل لأن غير معروف والمجتمع العربي ما متعود عليه، بس الأغنية نجحت وحققت المراكز الأولى بكثير من الاستفتاءات. أكيد بعدني مستمرة ويا UTN1، بس بعد هذا الفاصل كلش صغيروني. أكيد رجعت لكم، هم قلت أكيد طبعاً أمير تخلوا من كلمة أكيد. أوكي هم أكيد رجعت لكم من بعد هذا الفاصل. فرقة UTN شاركوا بحفل انتخاب ملكة جمال العرب بالولايات المتحدة وكانت بهذا الشهر أكيد مع نجمة عرب آيدل اللي هي فرح يوسف، وعندهم بعد حفلتين بدبي وبالأردن. أكيد رجعت لكم ويا UTN بس بعد أغنية المركز السادس، مو واثق السادس وصلنا؟ أي الحمد لله. بس بعد أغنية المركز السادس اللي هي السيد لتامر حسني. طبعاً أكو سؤال كلش مهم وأنا نسيت أسئله للفرقة، هي تسمية UTN1 شنو معناها ومنين إجتها التسمية؟ أكو شخص محدد بالفرقة اللي ابتكر هذا الاسم؟ لو كلكم فكرتوا بهذا الاسم سوية خلينا نشوف منو.
وإذا بكم ناس ما يعرفون شنو اسم بيوتي أنوان، هو آرت اللي هو خريج آداب إنجليزي، يحب الشغلات الغريبة صراحة، فاختار اسم unknown to no one اللي هو UTN1، إذا ترجمه بالعربي نفي positive، فإذا تقلبها تصير معروفون لكل الناس، بس بالإنجليزي تصير unknown to no one، فإذا أخذنا أول أحرف UTN number one. أثناء تمارين UTN1 كانوا يعزفون أغنية على البيانو بس لحن بدون كلمات، بس الشباب حبوا اللحن وكانوا يعزفون، فقرروا أن يكتبون كلمات تناسب هذا اللحن، واستعانوا بالشاعرة العراقية سمارة العزاوي اللي قدرت تكمل كلمات الأغنية اللي بدأ بها الفريق. الشباب غنى الأغنية بأسلوب هادئ مع حفاظ على ستايل UTN1 بإدخال الجيتارات اللي يعزفها الفريق. قلبك بغيري مشغول، بس بحبك لو ما انت خايف اخسر حبك عطول. بحلف لك انتي ببالي اقرب من حالي لحالي، خايف اني اقول يطلع مشغول. انت اللي صرتي ملاكي وما بعيش الدنيا بلاكي، وبعدك عم بيطول انساكي مش معقول. احلام كون جوا قلبك الحنون، ناموا اخفى بدي أقول. كانت تجربة كلش حلوة UTN1، لأن تصوير الأغنية كان بنيويورك، فصارت فرصة للفريق إنه يزورون المدينة ويشوفون ناطحات السحاب، والتقى ببعض الفنانين الأمريكان وتعرفوا على كثير من الناس بالوسط الفني. UTN1 عندهم معجبين كلش هواية، وخاصة بلدهم العراق، وأولهم أنا أكيد. خلينا نشوف أصغر معجبي بالفرقة اللي هو اسمه يوسف، يغني أغنية مربية، وهاي الأغنية أغنيتي المفضلة أنا، ويغنيها بطريقة كلش حلوة. هسه حنشوف هاي الأغنية أنا وياكم، وأي واحد يغني مثله يقدر يدزنه تسجيل، وأنا رح أعرضه بهاشتاك تين وأنطيه جائزة هاشتاك تينية معروفة دولية. يلا خلينا نشوف يوسف. إن شاء الله يا رب يشتهر يصير مغني مشهور وليس مصور. ده بسمار الأمير المصطفى. أوكي. أغنية Hold On هي أغنية عن الأمل باللغة الإنجليزية، أكيد الفرقة UTN1. هاي الأغنية صدرت ب2010، وكل اللي شافوها حبوها، اكتشفنا هذا الشيء أكيد من خلال التعليقات اللي موجودة باليوتيوب. خلينا نشوف هاي الأغنية اللي كلش مشهورة. Hold on and be yourself. Make up your mind. هسه حنشوف التوب 10 كلهن اللي طلعن اليوم بفيديو كلش صغيروني، وبعد هذا الفيديو حقول لكم اغنية المركز الاول اللي هي مفاجأة الموسم وعلى اعلان امير. هسه اكيد انتم منتظرين اغنية المركز الاول. اقول
أغنية المركز الأول لهذا الأسبوع هي أغنية كلش حلوة وكلش جديدة، أغنية اسمها إيدي على قلبي، هي أكيد هم الفرقة UTN1. تعتبر هاي الأغنية من آخر إصدارات الفرقة العراقية. أنا هسه إيدي على قلبي لأن أريد أشوف الأغنية. إيدي على قلبي لا تبتعد وتروح، وابقى على حبي اللي سكنت الروح. إيدي على قلبي لا تبتعد وتروح، وابقى على حبي اللي سكنت الروح. قلت لك خذ شتريد بس لا تروح بعيد، قلت لك خذ شتريد بس لا تروح بعيد. إيدي إيدي على قلبي، على تمر الأيام حبك بقلبي يزيد. أبقى على حبك خليني إيد بإيد، كل ما تمر الأيام حبك بقلبي يزيد. هل البدر وياك كل الهلا بملقاك، هل البدر. أتحدى واحد شاف هالأغنية ومعجبته. الأغنية كلش حلوة، وهسه أنا أشكر فرقة UTN1 على وقتهم الثمين اللي انطونا إياه إنه بشكل عام وإلي بشكل خاص والكل هم بشكل عام. أتمنى كل المعجبين بالفرقة يتابعوا الحلقة، وإن شاء الله أخبار UTN1 دائما يشوفوها على لنا وبهاشتاك 10 وياي أنا أكيد. تابعوا كل جديدنا على قناة لنا اللي هي كانت مهتمة بالفرقة وطلبت منا انه نرسل فتشي لجمهور قناة لنا. اخر شيء اقول احبكم واستمعوا ما هو جديد وشوفوا ما هو جديد من قناة لنا. قناة لنا ماكو مثلها. قناة لنا ماكو مثلها. قناة لنا ماكو مثلها. لنا ماكو مثلها. UTN1 هم ماكو مثلهم واغانيهم كلش حلوة. ان شاء الله يا رب المستقبل القريب اشوفكم ببغداد وراح احضر حفلتكم اكيد احنا والكادر. شكرا مرة ثانية UTN1 وشكرا لكل واحد تابعنا اليوم وكل يوم. لا تنسون تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي واي مكان موجود باسم لنا، لان لنا ماكو مثلها. وساني مجبورة اقول لكم باي باي، تابعوني الاسبوع القادم. باي. راحت سنة 2000 سوري يا كيو ابني من اللعب البلاي بلاي. يلا اكيد شعر مرتب حلوة. شكرا من ذوقك الحلو والراقي والنازك كمان تصور. اشعر بالحر. انت اول فرقة بالعراق لو اكو فرقة مصطفى ليش بتصور ابدي بالاي اشعر.